اهلا وسهلا بيكم في قناتي. احنا دلوقتي بنوصل ليكم الاعصار قنبلة على ولاية كاليفورنيا. حاسبكم تتابعوا الاعصار والفيديو والصور اللي باينة ان الاعصار مدمر كاليفورنيا، زي ما انتم شايفين البيوت والشوارع في تدمير كامل، 350,000 بيت مقطوع عنهم الكهرباء ووسائل أي حاجة، فمنعزلة عن الناس. الحياة متوقفة تعتبر في كاليفورنيا، وسائل المواصلات متوقفة، الحياة متوقفة، المدارس متوقفة، الدنيا بايظة هناك. هسيبكم تتابعوا وتشوفوا كده، وبعد كده ارجع لكم في فيديو تاني.